لعب اليوم نادي بريست الفرنسي مباراة أخرى ضد نادي نابولي، وذلك ضمن الدوري الفرنسي الممتاز، ولكن النادي لم يكن اليوم في المستوى المطلوب والمعهود، وانهزم هذا النادي بسباعية نظيفة وخرج في هذا اللقاء بدون أي نقطة. وفي فقرة التصريحات بعد صافرة نهاية المباراة، صرح مدرب نادي بريست أنخيل دي زكريان، وجاء في تصريحات هذا الأخير أن السبب الرئيسي في خسارة اليوم سببها اللاعبون الجدد الذين لم يقدموا الأداء المطلوب والمعتاد دفاعيا وكذلك هجوميا، وقال أن هؤلاء اللاعبين لم يعتادوا بعد على أجواء الدوري الفرنسي ولا يزال هناك الكثير ليتعلموا. أعزائي المشاهدين، آراؤكم تهمنا في التعليقات أسفل هذا الفيديو.